عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني أنا ومن موظفي آي دي كلينيك، وبمناسبة عيد الفطر السعيد أتقدم من الأمة الإسلامية والأمة العربية بأجمل آيات التهنئة والتبريكات، وأرجو من الله لكم دوام الصحة والعافية، وأن يعيده علينا وعليكم ونحن في أحسن حال، وأن يتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك.